عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها مساء اليوم لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وأكدت الهيئة أنه لم يتقدم أحد بشهادته، وعليه فإن يوم غد السبت هو المكمل لعدة شهر رمضان المبارك، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأكرم رسله سيدنا محمد خير الصائمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البعينين، في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الجمعة ليلة السبت 29 رمضان 1441 هجرية الموافق 22 مايو 2020 ميلادية، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وحيث أنه لم يتقدم أحد بشهادة حتى صدور هذا البيان، فإن يوم غد السبت يكون هو المكمل لعدة شهر رمضان 30 يوماً، ويكون بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجرية الموافق للرابع والعشرين من مايو 2020 ميلادية. وقررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويغتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتح خير وسلام ويمن وأمن العرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.